شيخنا تبقى من أسئلة الأخت محمد من الإمارات، أنها تقول إذا كان الإنسان له قريب ويعرف بأنه يعني يصيب بالعين وليكونه قريب لابد من زيارته، فتقول هل يكفي التحصن بالأذكار فقط أو هناك كذلك أدعية أخرى مثل لا حول ولا قوة إلا بالله وغيرها مما يتحصن به الإنسان عندما يقابل مثل هؤلاء؟ التحصن بالأذكار كافي بإذن الله تعالى مع التوكل على الله سبحانه. وأحيانا يشاع عن إنسان بأنه يصيب العين والأمر ليس كذلك، فأحيانا ربما يكون هناك قصة عنه ووافقت قضاء وقدرا فتشوهت سمعة هذا الشخص، لذلك يعني ينبغي الحذر، هذه أعراض أناس، الإنسان لا يرضى بأن أحدا يتهمه بمثل هذه الاتهامات. لكن عموما المسلم يتحصن بالأذكار خاصة أذكار الصباح والمساء، ومن ذلك أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فهذا يقوله المسلم والمسلمة في الصباح والمساء مع أذكار الصباح والمساء. أيضا سورة قل أعوذ برب فلق فيها ومن شر حاسد إذا حسد، هذا يشمل الإصابة بالعين، فهذه الأذكار إذا تحصن بها المسلم يتقي بها شر العين. وأيضا يقوي جانب التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس عنده خوف شديد، يخاف من كل شيء، يخاف من العين، يخاف من السحر، يخاف من المس، يخاف من حتى من شياطين الإنس، فهذا الخوف يدل على ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول ما يتوكل على الله هو حسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فكون الإنسان يكون كثير التخوف من هذه الشرور دليل على ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله عز وجل. المسلم يفعل الأسباب لكن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يخشى هذه الشرور، لأن هذه الشرور لا يمكن أن تضر بنفسها وإنما بتقدير الله لها. ولهذا لما ذكر الله تعالى شأن السحر والسحرة قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعلى هذا يعني نقول أخت الكريمة هذا القريب ينبغي لكم أن تصلوه وأن تزوروه، وأيضا لا يجوز أن تغتابوه، ربما يكون ما نقل عنه غير صحيح، كم من إنسان نقل عن الشيء والواقع بخلافه، أحيانا شخص معين من مثلا من هذه الأسرة أو القبيلة أو كذا يشوه سمعة إنسان، ربما بسبب موقف حدث أو بسبب أن بينه خلافات أو نحو ذلك فتتشوه سمعته ويبدأ الناس يتحاشونه بسبب هذه السمعة السيئة. فنقول على المسلم يتقي الله عز وجل، هذه أعراض المسلمين، فلا يجوز أن يتهم أحدا مثل هذه الاتهامات التي هي في الحقيقة مؤلمة على النفس وجارحة، بدليل أن الإنسان لا يرضاها لنفسه فكيف يسقطها على غيره. لكن عموما الإنسان يتحصن بالأذكار من هذه الشرور عموما من العائن ومن غيره. شيخنا ما يظهر بعد بعض نعم الله عز وجل عليه مثلا أو يزيد مثلا في الزينة مثل المرأة وغيرها حتى خشية العين من أحد، يعني من يخفي قصدك، هي تخشى العين على نفسها فتحاول لا تتزين كثيرا، لا تأتي مثلا ببعض الأشياء التي تلفت النظر. ينبغي أن يكون هناك توازن. يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أرسل أبناءه لمصر لما قال يوسف اتوني بأخ لكم من أبيكم، وكانوا 11 ابنا وكانوا في غاية الجمال، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لو دخل 11 ابنا من أب واحد وهم بهذه الوسامة والجمال والبسطة في الجسم لربما أصابتهم العين، قالوا خشي يعقوب عليهم من العين، فقال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذا يدل على أن فعل الأسباب التي يتقى بها العين أن هذا لا بأس به، لكن أيضا في المقابل لا يبالغ في ذلك مبالغة شديدة بحيث أن الإنسان يكتم نعم الله عليه. الله تعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثرها عليه،
إن الله يحب أن يرى أثر نعمة عبده عليه. فالله تعالى يحب أن يرى أثر النعمة التي نعم الله تعالى بها العبد، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فينبغي أن يكون هناك توازن، يعني كثيرا من الأمور يكون الاعتدال فيها هو الصواب، هكذا أيضا في هذا الأمر. فلا يبالغ الإنسان في التكتم والإخفاء خشية العين، بل كما جاء في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمة عبده عليه. وأيضا لا يمنع هذا من أن يتخذ من الأسباب ما يتقي به العين.